ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية. دكتور صلاح، يعني إيه هي متطلبات الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في مصر؟ في الحقيقة يا فندم، خطة مصر 2030 لتنمية الثروة السمكية قائمة على عدة محاور. المحور الأول هو التنمية المستدامة للصراع السمكي في مصر، واللي لعب دور كبير جدا في إنتاج السمك. ثاني محور هو الحفاظ على المسطحات المائية وتنميتها وضخها بالعديد من الذريعة للإنتاج الأمثل من المسطحات المائية في البحيرات المصرية، والحفاظ على القواعد والضوابط الخاصة بعمليات الصيد ومنع الصيد والصيد الجائر وصيد الذريعة من المسطحات المائية، وخصوصا البحار البحر الأبيض والبحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر وقناة السويس والنيل، بالإضافة لإدخال تكنولوجيا جديدة في الصراع السمكي والاتجاه نحو الصراع البحري. هناك العديد من المشاريع القومية العملاقة في الصراع البحري وتتطلب العديد من الذريعة، فالسيد رئيس الجمهورية أوصى وأعطى تكليفات بتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء العديد من الفرخات للأسماك البحرية، وبالفعل احنا قائمين على هذا العمل بكل جد، والحمد لله استطعنا تطوير المفرخ في الكيلو 21 لتفريخ الجمبري والدنيس والأروس، كان كفاءته حوالي 3 مليون ذريعة. العام ده ان شاء الله هيطلع اكثر من 15 مليون ذريعه، وجاري حاليا الانتهاء من مفرخ في الشوم الجميل في بورسعيد لانتاج حوالي 15 مليون من ذريعه اللوت وسمك موسى والدنيس والقاروص والجمبري، بالاضافه لدخول التكنولوجيا الحديثه للحفاظ على وحده المياه ووحده التربه، والاتجاه نحو الاستزراع التكاملي والاستزراع الصحراوي باستخدام المياه الجوفيه. طب ما الذي نمتلكه من امكانيات لتعزيز الثروه السمكيه في مصر اضافه الى التكنولوجيا التي ذكرتها؟ صحيح، احنا عندنا ما نمتلكه هو العديد من المسطحات المائيه ومصادر المياه المالحه والبحيرات المصريه بمساحات كبيره جدا جدا، يمكن طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه باعاده البحيرات المصريه الى سابق عهدها. كان في خلال العقود الماضيه هناك العديد من التعديات والاطماءات والتلوث لبعض هذه البحيرات المصريه، فطبعا تم العمل في خلال السنوات الماضيه لازاله معظم هذه التعديات الموجوده على البحيرات المصريه، وازاله الاطماءات وفتح البواغيز وتطهير المياه وتعميق المياه والدفع بالذريعه، وكان ده له مردود كبير جدا في خلال السنتين الماضيتين. يعني لو بصينا لبحيره المنزله، كانت مثلا في 2014 مجمل انتاج بحيره المنزله كانت 42 الف طن، السنه دي في 2021 انتجت 85 الف طن. طبعا بحيره المنزله فيها حوالي 30 الف طيار. بحيره البرولس كانت نتيجه برضه لعمليه التطهير اللي تمت على مدار السنتين الماضيتين، كانت انتاجها 68 الف طن في 2016. في 2021 انتاجها وصل ل 105 الف طن، ودي بتخدم حوالي 40 الف صياد. بحيره السد العالي كان انتاجها 21 الف طن في عام 2014. في خلال الست سنوات الماضيه انتاجها وصل عام 2021 الى 28 الف طن، واجمالي الصيادين اللي فيها يفوق على 14 الف صياد. بحيرة مريوط الحمد لله برضو كانت إنتاجها حوالي 9000 طن عام 2016، في 2020 وصلت ل 15000 طن وفيها ما يقرب من 12000 صياد، وجاري العمل لتطوير وتطهير البحيرات ودفعها بالعديد من الذريعة للاستغلال الأمثل لهذه المسطحات المائية. دكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.